السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عائلة عزو فلوكس بارك الله عليكم. اليوم واحد السفر كنت كنتسناه من زمان، عقد اللي عزم ان شاء الله نمشي لواحد الدولة من اعز الدول اللي عندي انا على قلبي، ربي سبحانه وتعالى هو اللي عالم. واحد السفر كنت كنتسناه انا من زمان من زمان، شحال هادي انا كنتسناه، غادي نمشيو ان شاء الله الجزائر. الجزائر بارك الله عليكم الدراري، نتلاقاو ان شاء الله في الوجهه ديالنا المعلومه. تحياتي السلام عليكم. يلا خوتي، كابتن التراك ان شاء الله يا ربي بزاف وقع خوتي، والله فضيحه تاع سبحان الله. خيرا تلقونا تسبح الله، حتى الفول كانت مخلطه المغرب والجزائر مع بعضياتهم جوج بجوج. مازال لي حوالي 4 ساعة وركب الطياره ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يكونوا فيديوهات واعرين ان شاء الله. طلع الطياره الى الجزائر العاصمه. والله العظيم اخوتي واحد الاحساس اش غادي نقول لكم، اكسترا اوردينر، شي حاجه واعره. والله العظيم الى شعور واحساس، واحد الاحساس واعر ان ماشي بلادي الثانيه، شي حاجه ما عندهاش الثمن نهائيا. والله يقول لي مرحبا بك، بارك الله فيك، واحساس واعر اكثر. واتكون هكذا مغربي ورايح الجزائر، مرحب بك بلادك الثانيه، يا سلام. بما خوا خوا بارك الله فيك. وقت الماكلة غادي ناكل دابا قبل ما نشدو تبدا السما. حبيبنا تبارك الله عليك، عرفت معايا في الفيديو. بارك الله فيك. قول لي هذه سميتها هذه المدينه هذه دلس بسمها فوركلو. عرفتو اخوتي في الطياره ما كاينش شي واحد اللي ما عرفنيش مغربي ما قال لي مرحبا بك، كلشي مرحبا مرحبا مرحبا. اخويا اخويا ما يبرقوش بيناتنا العديان، بارك الله فيك. اقعد وقت من تحب ونعطيك النيميرا ارواح الريح ما يقيسكش. ميرسي بوكو بارك الله فيك، شكرا بزاف شكرا بزاف. دابا الدراري حنا نزلنا في المطار، غادي نمشيو نطبعوا ونشوفوا الباليس ونشوفوا سامي كيتسناني ان شاء الله. هو سامي اللي نقول لكم انا نتلاقاني هو سامي، ها هو 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 هو. تحية الدراري الكاميرون، تحية كلشي الناس ديال الكاميرون. تفكرت هو ولا لا؟ حبيبنا مرحبا بنا في الجزائر، جينا عند خوتنا خويا سامي.
مرحبا مرحبا بكم عزيز خويا. يعطيك الصحه بارك الله. دار داركم البلاد بلادكم. راك في بلادك راك في المغرب. نقول لكم واحد الحاجه اخوتي، كاع داكشي اللي كتسمعوا في الميديا ماشي ها وحده جوج 10 100 ما كاين والو، اقسم بالله العظيم ما كاين والو. مرحبا بك عزيز. يلا حسام يلا. هيا جغيف. يلا. ويلا صور صور اصاحبي، ما تحبش الكاميرا كاع ما تحبس. تبقى شاعله ليل ونهار. هكذا ها مطار الهواري بومدير رحمه الله. ها شفت ورحنا في الجزائر صاي ما كان والو. واخا صاحبي واخا 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 صافي. دابا انت تولي تهضر الهضره ديالنا وانا نهضر الهضره. ها لازم ها لازم. خلفوها تعرف نقول لك واحد الحاجه، انا فاش مشيت صات الصيف هذا مشيت نبيل الجراف عندي صورة درك تشوفوها دابا هاي في ليكرون. شفتوها هاد الصورة هادي اللي كاينة في ليكرون، فيها الدرابو تاع الجزائر وهنا الدرابو ديال المغرب وانا في بير الجراف، وبقيت نشوف ونقول سبحان الله العظيم جوج جبولة مفارقين يا صاحبي. ودابا راني في قلب الجزائر. انت بلاتي دابا بلاتي بلاتي شرحنا 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 خويا شرحنا شرحنا السي محمد بي هذا القطار حتى المحطة اغا المحطة ديالاش؟ مطار هواري بومدير من محطة اغا. اغا اغا هي السونتر فيل. اغا هي الجي سونتر. وا با 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 شحال دابا هذه 80 دينار؟ هذه 8000 جزائري. 8000 شحال تجي؟ صرفها لي اورو. اورو 0 فيرغيل. اسما ماشي غالية. لا باس لا باس لا باس عليك لا باس عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مليحة هذه والله. هذا 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 الاخر ياه. ما شاء الله. احنايا محطة ديال القطار ديال هواري بومدير في الجزائر العاصمة. عزيز بيان فيني شيفو كيف كيقول لك ياك. بيان فيني شيفو ياك شينو شيفو. شوف 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 احنا تبارك الله في محطة ديال القطار هواري بومدير في الجزائر العاصمة. شوف الدنيا خاوية. فارس الخط العربي جرافيك الاوراس باتنا باتنا مدينه هديه. هادو ولايات جزائريه. هادو كلهم ولايات. لا لا هادو ما بعض الرموز اللي رمزوا الظل والضوء. النافوره القصبه طاوس. وتي عزيزو فلوك راه هو في الجزائر راه هو في الجزائر كابيتال العاصمه. غادي ندوزو فيديو هاد شابين هاد واعرينا طب 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 طب. القطار هو جا ترد. هذا في غيدينا دابا قلتي اغا ياك اغا. هاتا سامي كيصور كتصور سامي. هاني ما نسالك بون افير. هاي صح هاي الايروبور. انا نعطيك تم هدايا جات لا ما بارك ما جاتش انا عيطت. هكذا خاوي ما كاين حتى واحد قليل شي بزاف. شحال بقينا حنا نقولوا البارادات الهضره ديال الشمال ديال واحد 20 مينوت 20 مينوت ان شاء الله نكونوا في اغا. اغا اغا ما شاء الله. هذه باب الزوار. الزوار هكا هكا هنا رايحين ما كيحبس ناري باب الزوار. الزوار باب عزون باب الواد باب الزوار باب عزون باب جديد باب جديد. واش ثاني كاين راموسات ما شاء الله سبعه ديال الليل. هذه باب الزوار هذه باب الزوار. ها هي محطة باب الزوار باب الزوار باب الزوار. فهمت؟ ايه. هاي ما سعدا ما تقلقتش. قرابين الجي سونتر. وي هذا البورت الجي. هذا البورت الجي قلت لي وهذاك الوراس راه هي الوراس. الوراسي الوراسي الوراسي. راه هي فندق الوراسي. الوراسي. نمشي بالعقل. محطة أغا هيك وصلنا لمحطة أغا في
الجزائر العاصمه ان شاء الله يا ربي. بدات الرحله كيف قلت لكم. يا سلام. يلا يلا يلا. مشينا شويه علينا دابا واحد حوالي 10 دقائق هكا. 10 دقائق مشينا مشينا نعم مشينا 10 دقائق دابا باش نوصلوا للوطيل على سونتر. هذا شنو هذا البلاصه هذه؟ قريب من السونتر هذا ولا قريبين السونتر؟ حنا راه في لا غرون بوست. لا غرون بوست كيفاش؟ مسافة الصفر. كيفاش مسافة الصفر؟ يعني هذا قلب العاصمة. هذا الوسط ديال العاصمة. اوه 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 اوه. دابا هذا في السونتر ديال الجزائر. والله. هنا زيرو كيلومتر. كيفاش زيرو كيلومتر؟ ما من الناس بدات تحسب الكيلومتر عشان تكون خلاص. مليحة. والله العظيم بالله اقسم بالله كانني في المغرب. المغرب عباد الله. انت تسكن في بلجيكا؟ ثاني والله غير انا هكذا معك 20. الدوشة الدوش. كيف كتشوف وسط الجزائر العاصمه بالليل تلقاني سامي. نمشي للاوتيل دابا شي حاجه نوري لكم الاوتيل وصافي. غادي نمشي دابا نشوف ناكل شي حاجه باش نمشي ننعس غدي ان شاء الله. غنبداو التصوير ديال الحس اخوتي هنا. يا سلام لطيف يا لطيف يا لطيف بزاف كاع. بالله انا ماشي وسمعت زهير البهاوي. والله الا زهير البهاوي بالله. والله العظيم اللي كانت سارة في الجزائر العاصمة والموسيقى سمع. والله العظيم بالله اللي كانت سارة الموسيقى زهير الباهوي وشيعنا سبحان الله. يا اخي زهير راك العاصمة. هذه ساحة الامير عبد القادر الجزائري. هذه الساحة ديال الأمير عبد القادر الجزائري بالضبط في الجزائر العاصمة. وهذا مجلس الأمة. تصوروا أخوتي ما قدرتش نجلس أنا في الأوتيل. والله ما قدرت نجلس في الأوتيل. خرجت في النواحي كندور. الدنيا هنا واعرة والجو سخون حرارة. ندي واحد القرعة د الماء معايا واش ندي سعيدة إفري ولا أروى ولا سعيدة. سعيدة ما قلنا شي سعيدة. أروى لي سعيدة. هو الأوتيل اللي نازل فيه هنا. ها هو أخوتي فندق ريجينا. صلاة سيدنا محمد. الاوتيل زعما الصراحة الله ما بهش كليماتيزي. عندك هذا التلفازة. كاين الدوش. شوف هاد الدوش كيش عاملة. بون صافي. اوتيل ديال 25. وي صباح الخير عليكم الدراري. نط ما ضربتيهاش ما نقدرش يفتح عليا. صباح الخير الجزائر. شوفوا شوفوا هاد النظرة هنا. صباح الخير صباح الخير صباح الخير الجزائر. غادي نخرج نضرب واحد الدويرة هنا في هاد السيكتور. الأوتيل مزيانة. هنا كاين البور مورا هاد الجهة هادي كاين الميناء.
الحرارة اخوتي الحرارة. الله يسخنا. الله 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 الله. شو عينيش. صباح الخير اخوتي. هنا قدام الاوتيل. هنا قدام الاوتيل بالضبط جبرت هذا الساحة ديال الشهيد مصطفى بن بولعيد. هذا الشهيد هذا الجزائري. استشهد في 22 مارس 1956 بجبل الزرق ومعروف كان بأسد الأوراس كيف كيقولوا له. هنا كتبنا واحد الملامح للجزائر اللي ما كنشوفوهاش هنا في الإعلام مع الأسف. الجزائر هي دولة كتحت يعني كتلاحظ أنها كتحتفي بزاف بالقيادة ديالها وبالناس اللي كانوا كيحاربوا الاستعمار. هنا عاوتاني كذلك ذكرى 60 لعيد الاستقلال المجيد. هنا القائد المقاومة 1945 1847 في هذه الفترة هذه 5 جويلية كان الاحتفال به. الشريف محمد بن عبد الله بومعزة. هاد الناس هادو حنا ما كنعرفوش عليهم حتى شي حاجة نهائيا. حنا هاد الساحة هي اللي قلت لكم الساحة ديال الشهيد مصطفى بولعيد. عائلة عايزو فلوكس كاين واحد العرس هنايا كنوعدكم فيديوهات غيكونوا رائعين ان شاء الله. انتظروا المزيد هنايا في الجزائر العاصمة. تحياتي لكم وما تنساوش دائما تابوناو في عايزو فلوكس باش تدعموني نقدم الجديد الجديد الجديد. كاين مفاجآت في فيديوهات قادمة. تحياتي لكم. باي باي.